بالله قادر غالي عندنا ما يزول من قدرنا تستمد النوق مقدارها من قدرنا تستمد النوق مقدارها مشاهدينا. طبعا في هاليوم سعدنا ان وصلنا مزايا مهرجان الظفره مزايا سويحان طبعا، وسعدنا كذلك ان التقينا باخونا عبد الله بن احمد بن طوار طبعا، وهو من الداعمين للمهرجانات وعنده ما شاء الله في اول وصوله هناك صفقات ابرمها مشكور، ونقول الله يمسيك بالخير يا ابو احمد. مساء النور والسرور، الله يسلمك. احنا سعدنا والله، الحمد لله والشكر، جيتنا هنا وسعدنا بشوفتك. الله يسلمك وبك ان شاء الله. متى الوصول؟ امس. أمس ما شاء الله. أمس المغرب إن شاء الله. والمشاركة وش فيه يا أبو أحمد؟ والله بنشارك فيه كثير الأشواط، أكثر الأشواط. وأهم شيء شوط البيرق إن شاء الله ناخذه. محليات ولا؟ إذا الله رد، نعم. محليات ولا مجلد؟ محليات. محليات. إيه نعم. يعني العين على قصدنا شوط البيرق. شوط البيرق. طيب يا أبو أحمد، هناك السنة هذه طبعًا هالإمارات حطوا لهم 4 مزاينات. نعم. وجمع نقاط. صحيح. وش تقول في الفكرة هذه؟ هذه فكرة طيبة. والشيوخ ما قصروا ويكرمون الشعب الخليج. اي والله، وفرحه للجميع وجمعه وناسه، هذا شيء يعني احنا ندوره. أحسنت. في السعوديه وفي الامارات وفي قطر. الله يوفقك. أيوة والله. طبعا هناك بتشارك في سويحان، ثم في رزين، ثم في الميزان اللي بعده، ثم الظفره. ثم الظفره. نعم. العين على البيرك. اي نعم ان شاء الله. احنا نبغى اللي عين على البيرك ان شاء الله. الله يوفقنا وياكم. طيب يا ابو احمد، وش انت مجهز للبيرك؟ جهز والله مع النقاط اللي بتجمع. اي وش انت مجهز للبيرق وش العين عليه؟ والله جميع 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 من المفاريد لين الحايل. نعم نعم. عندك صفقه امس ابرمتها او ايه؟ نعم. امس صح، امس 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 وقبلها اول امس
صفقتين وكل الايام اللي طافت كلها اكثر ما شاء الله. كل شراء كل شراء. طيب تقدر تعطينا المبالغ؟ لا ولا المبالغ ما بتتكلم والله يا اخوي المبالغ خلها يحتفظ بها الواحد الناس. اي نعم لكن رفع والله السوق. في بعض الناس اعلنوا واحنا ما ودنا نعلن لان خلها تكون براحه وناسه وجامعه وبس. صحيح. وخل الناس برضه يتشوقوا للبيع والشراء. صحيح. الله يوفقنا وياكم. من المشاركين معك في شوط البيرق؟ والله للحين ما حد اعلن لكن بيعلنون اكيد الرابع موجودين. موجودين؟ اكيد اتوقع. متى اخر سنه شاركت في البيرق؟ البيرق ما شاركت في اول سنه. اول سنه. بس لك مشاركات سابقة؟ لنا شركات فرديات مشاركات فرديات وجمل واجد يعني في قطر وفي الامارات وفي عمان. احنا بعد ندعوك للسعوديه. والسعوديه ان شاء الله احنا السنه صياهد السنه حاطينها ان نشارك فيها. وعد والله مرحبا ومسهلا. والله مرحبا ومسهلا. وش تقول للمشاركين معك يا ابو؟ والله المشاركين ان شاء الله نبغيهم مثلنا يشترون ويحركون السوق ويستانسون ولا يكدسون المال. والله صحيح. اي والله اني صادق. هذاك ابو الحشارم يقول ضرب الملايين ياس كعبه ولا كدسه. انا اشهد. يقول ما نشري الا نباهه زور. صحيح. يقول والله قصيدة جميلة. صحيح. ما هي بعنجة كبيرة رأس ومكندسة. إيه مكندسة. لو قلت يا مناحي العلوش. إيه. يقول جعله صفر ضرب الملايين يا صاخبة ولا كدسة. بيضة الوجه اللي يضرب الملايين. صحيح. يرفع السوق. والله وكثير يكدس الملايين ويروح عنها. إي والله. إيش بتسوي له؟ ما تسوي له شيء. لا. لا محصل أجر من 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 الفقير المسكين ولا محصل أجر بيخليها محله وبيروح عنها. الله أكبر. إي والله. ليش ما حركها واستانس بها وونس الناس واخذ اجر. صحيح. الله يوفقنا وياك جميعا ان شاء الله. الله يبيض. انا اشهد. الله يبيض وجهك يا ابو احمد. وجهك كبير. والله اللي مثلك يشارك ويرفع السوق والله انه مكسب يشهد. أكيد. الله المهرجان اللي يجي اكيد والشيوخ الخليجي ما قصروا يعني حطوا مهرجانات وحطوا وفتحوا المجال يبغون شعبهم يشارك كله ويبغى يستانس ويبغى يكسب. صحيح. لان المهرجانات ذي والمزايانات هذه يكسب فيها كل شرائح المجتمع. صحيح. وراء السيارات يكسب وراء الذبائح يكسب وراء الحطب يكسب وراء العزبة يكسب. صحيح. الحين السنة هذه مستاجرة معظم العزب دي. صحيح. الله يوفقنا وياك. احنا نتمنى لك التوفيق. الله يسلم. ونتمنى لك ان شاء الله انك تحصل على النواميس المتقدمة على شوط البيرق ان شاء الله. واحنا الله يسلمك بعد اللي شجعنا طويل العمر الشيخ تميم. ونعم. له باع طويل في الركض وفي هذه وشجعنا هذه ماشي اساسه. اب وجد وقبل يعني الايام السنوات القبليه. صحيح. والمهرجان عندكم برضه. اي والمهرجانات عندنا ما قصر والله ويحط جوائز طيبه. يستاهل. اي والله ما هي بغريبه. هذا اللي شجعنا نشتري ونسوي. ما هي بغريبه والله هذه. والله ما هي بغريبه. والله لا في قطر ولا الحمد لله. اكيد. نعطي ابو صالح. نعطي مقهور ابو صالح. تفضل. حمد بن صالح الراشدي مرحبا ومسهلا. مرحب. يا مرحبا ومسهلا. طبعا احنا سمعنا الشهاده من ابو حمد. الله يبارك فيك ويطول عمرك. جزاك الله خير. انت مشارك ولا جاي داعم ولا؟ والله مشاركين عيال اخوي. اي. ودائم مشاركين في المهرجانات. لكن انا دائم عند ابو احمد. اي ونعم ونعم ابو احمد. والله ونعم بك ابو احمد. نعم يقول. وش الصفقات اللي ابرمته وش العين عليه؟ والله ما اي واحد انا لا العين هي يبغي الفوز. اكيد. على الله الواحد يشارك ومشاركين الحمد لله من اول المزاينات. نعم. والحمد لله لهم الانجاز الحمد لله. بتدرجون المزاينات كلها انت توصل الظهر. نعم باذن الله ان شاء الله. والصياهد بتجينا في الصياهد؟ ما يحتاج. مرحبا ومسهلا. الله يحييكم. احنا والله نبي اللي شال المزاينات ما حطت الا لكم جميعا. الله يبارك فيك. محمد الحبابي طارق. محمد الحبابي مرحبا يا محمد. مرحب باقي يا اخوي. انت مشارك وداعم لابو احمد. والله احنا داعمين. مشجعين. نعم مشجعين وجايين من قطر مع ابو احمد. الله يوفقك ويطول عمرك. وياك الله يجزاك. يستاهل ابو احمد التشجيع ويستاهل الحقيقه اللي يدفع الملايين يستاهل النماص ويستاهل التشجيع ويستاهل الحضور معه. الله يسلمك. وعنا حاضرين معه من هنا لين ان شاء الله ياخذ البيرق باذن الله. الله يبيض وجيهكم وان شاء الله انه فاله البيرق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ابو احمد كلمه اخيره. تفضل الله يسلمك. كلمه اخيره عندك ما تروك المجال كله ترسل رساله للمشاركين تدعي جمهورك مفتوح لك المجال. ارسل رساله ان هذه المزاينات ما حطت وسويت الا حق الجمعه. صحيح. وحق الوناسه وحق تجميع القلوب ومحبه الناس ومحبه الشعوب واحنا شعب خليجي. صحيح. شعب واحد. نعم. الله لا يفرقنا. والله يجمعنا على خير. امين. ويجمعنا على المحبه والرضا وهذه كلمتي ان شاء الله للجميع. انت
تسلم، شكرا لك. الله يطول عمرك. الله يسلم، شكرا لك. هلا هلا.